السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأعزاء، اليوم راي معنا حالة نتاع يعني طائر الحسون الجميل، راح يعني نعالجوه من واحد الخلل راه وقع في عينه. إخواني الأعزاء، كما رانا نلاحظوا يعني يطيحوا فيه يعني معظم طيور الحسون، يعني جراء يعني كي نحطوا العصفور مقابل لأشعة الضوء المباشرة على العين، أو يعني إخواني الأعزاء الحسون نتاعنا يكون قاعد ياكل في ماكلة يعني فيها الغبار اكرمكم الله، لانه الغبار راح ياثر على العين بالسلب. هنا كما رانا نلاحظوا اخواني، شوفوا عينه كيفاش، شوفوا اخواني الاعزاء عينه راهي يعني او قافلها، لانه راهو عينه مسكين راهي مريضه. احنا رانا راح نعطيو لكم الطريقه نتاع العلاج نتاعو كيفاش تكون، ان شاء الله تكون لنا افاده معكم اخواني الاعزاء. الحاله اللي راهي معنا اليوم، رانا كما ذكرنا لكم سابقا، رانا نقولوا باللي راهي عينه ماهوش قاعد يشوف بها يعني بطريقه سليمه 100%، ولذلك اخواني الاعزاء راح نعالجوه فقط، يعني نديروا له اليوم جلسه علاج يعني الاولى، لانه ما يتعالجش العصفور من المره الاولى. راح نستخدموا اخواني الاعزاء كما راهم لاحظوا هنا السيروم اللي هو هذا اخواني، ها هو او مخصص للبشر. واش راح نديروا؟ راح نحكموا العصفور نتاعنا بطريقه هكا مباشره، واش نديروا؟ نقطروا له على عينه فقط، ها كما رانا نلاحظوا اخواني الاعزاء، ها ها نخليوه بركه، ما ها راكم تشوفوا اخواني الاعزاء راهي القطره مباشره على عينه. ها القطره كيفاش؟ اول ما يحل عينه القطره نتاع السيروم راح تنظف له هذاك الغشاء اللي راهو في عينه مقلقه مسكين. ها راكم تشوفوا اخواني الاعزاء، ها راهو في عينه مباشره هنا، ان شاء الله راي الحالة نلقاو معاها نتيجة بإذن ربي سبحانه. وهذا راهو حسون ما شاء الله، كما راكم تشوفوا أصحاب الحسون راهو يعني ما شاء الله تبارك الله راهو في جهوزية تامة. وأنتم تقولوا لي راك حاكم وممكن راهو الفرخ ما بقاش يغني ولا لا، إخواني الطريقة لازم تكون احترافية في المسكن تاع العصفور. إخواني احنا رانا قلنا لكم لازم تكون البذور نقية بنسبة 100%، ولازم المسكن تاع العصفور نتاعنا تكون كذلك بطريقة احترافية، وما نعرضوش العصفور نتاعنا للأشعة نتاع الضوء المباشرة. لذلك يا اخواني نحثكم انكم تعرفوا كيفاش تتعاملوا معاه. اخواني رانا قمنا بالجلسه الاولى يعني، وما شاء الله ان شاء الله يجيب معنا نتيجه، وما زالوا جلسات كذلك الى غير ذلك. اخواني ان شاء الله تكون لنا افاده معكم، والسلام عليكم ورحمه الله.